فضيلة الشيخ، والدي يجبرني أن أعمل 4 عمر متتاليات، فما الحكم؟ نعم، 4 عمرات أو 4 عمر. لا ينبغي تكرار العمرة في وقت متقارب، بل يكون بين العمرتين فاصل زمني بحيث يكون له شعر في رأسه، يكون بين العمرتين فاصل زمني ينبت معه شعر الرأس من أجل إقامة النسك الذي هو الحلق أو التقصير.